بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال ابن كثير رحمه الله: وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غن بن مجلز وتكنى أم غن، كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدوف ابنة المحيى ابن دهر بن المحيى ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة يعني تجعلان جعلا عطية مال. فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب فعرضت عليه نفسها إنه عقر الناقة فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج ابن المحية فأجابها إلى ذلك. ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف ابن جندع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف. وقالت له: أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع ابن مهرج فاستنفر غواة من ثمود، غواة جمع غاوي،
فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط. قال الله تعالى: وهم الذين قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكاملها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار ابن سالف في أصل صخرة على طريقها كمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته حفزته فشد على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها اللي هو ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى فروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا ربي أين أمي؟ ويقال أنه رغى ثلاث مرات وإنه دخل في صخرة فغاب فيها ويقال إنهم اتبعوه فعقروه مع أمه فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة بلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون فلما رأى الناقة بكى فقال: تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، تبييت الهجوم والإغارة ليلا، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ما شهدنا مهلك أهله لأنه في الليل الدنيا ظلام، يحلفون وإنهم لصادقون ما شهدنا لأنهم يفعلون ذلك ليلا. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فلما عزموا على قتله وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح، أرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النضرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا، يعني لبسوا يعني الأكفان
فقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. الذين أنهم يعلمون صدق نبيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. قالوا إلا جارية كانت مقعدة اسمها كلبة ابنة السلق ويقال لها الذريقة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء التفسير ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن اتبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما في الحرم فلم يصبه شيء، فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر ابن عبد الله في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. هو حديث رواه الإمام أحمد وإسناده صححه ابن كثير على شرط مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عن أبي الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديب السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. قال عبد الرزاق بسنده عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. إسناده معضل. طيب إيه المشكلة؟ عنديش النسخة اللي عندي مفيهاش أبو ثقيف دي قالها فوق، لكن السند ده لا ما ذكرش فيه إن هو أبو ثقيف.
قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أبو رغال أبو ثقيف، وهذا مرسل من هذا الوجه من مسعر الزهري. مال إسماعيل بن أمية ده معضل، ده من تابعي التابعين، الزهري من التابعين. قال وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير. قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم فدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم لمشتموه أصبتموه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود. قال شيخنا أبو حجاج المزي وهو حديث حسن عزيز. قلت تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا، وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال ابن المديني مجهول لم يروي عنه غيره غير إسماعيل. قال يحيى بن معين لم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية. قلت على هذا فيخشى أن يكون وهم، أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل والله أعلم. وعلى فكرة بالنسبة لقصة ثمود وعاد غير معروفة عند أهل الكتاب، ليست في كتب، ليست في التوراة. وعاد وثمود من العرب، لكن يمكن أن تكون من الأخبار المتناثرة المتناقلة دون أن تكون عن أهل الكتاب مباشرة، يعني تكون من الأساطير التي يتناقلها الناس. الزاملتين اللي هم وجدهما يوم اليرموك، عبد الله بن عمرو وجد شوالين كتب فيهما أخبار أهل الكتاب يوم اليرموك فأخذهما فكان يروي منهما. ولذلك كثير جدا من الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقال يحتمل ان تكون من الزاملتين، فمن اخبار اهل الكتاب فلا يثبت بهما ما يقال في غيره، ان هذا لا يقال من قبل الراي فيكون له حكم الرفع. لا، كل من عرف عنه الروايه عن اهل الكتاب سواء كان مباشره عن مثل ما يروى عن كعب الاحبار او وهب بن منبه او من يروي عنهما من الصحابه، أو كان من يعني اطلع على الكتاب الأول وأخذ ينقل عنه فهو يقال عنه أنه يعني يمكن أن يكون مما قيل في بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا يكون حجة في هذا، ولا يقال فيه أنه أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن أن يروى دون أن يصدق. طبعا ممكن، وارد جدا. أخبار الإسرائيلية دي هم بيروها الصحابة من باب الإذن العام، لكن ليس من باب التصديق والاحتجاج. ما هو ده اللي رواه أبو داود بقى في باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، القبور القديمة بتاعت الكفار يكون فيها المال، القبور المسلمين فيها مال وعارفين مثلا، وصحابه مش متنازلين عنه يفحروا يطلعوه. أصحاب المال. خاتم مثلا، يجوز نبش القبر واستخراج الخاتم.
ايه دخل الموضوع ده؟ القبور بتاعتهم يعني هو عند المشكله في التماثيل. او استدلش بيه صحيح، الحديث ضعيف لا يستدل به، ولكن مفيش حاجه تمنع من فتح نبش قبور الكفار، مفيش دليل. وقد نبش الرسول صلى الله عليه وسلم قبور المشركين الذين كانوا في موضع مسجده عند بنائه. فيها الخبز، الخبز في الركاز الخبز، بس المشكله في التماثيل، بيعها لا يجوز. اقفلوا باب الاثار ده، اقفلوا باب الاثار. قوله تعالى: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يقول هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمام. قال لهم صالح: وذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك. لأن طالما في خطاب لأموات دل على سماع الأموات، خطاب عموما يعني. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثة ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب، قليب بدر بئر، فجعل يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ يعني صاروا جيفا تعفنوا. فقال: والذي نفسي بيدي، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وفي السيرة لابن إسحاق أنه عليه السلام قال لهم: بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم أكذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال: ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم، حرم مكة، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: لقد مر به رسول الله صلى الله، قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر، البكرة هي الجمل الفتي، الناقة الفتي، على بكرات حمر خطومها الليف، أزرهم العباء، وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. حديث غريب إسناده ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.